السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. بلا شك اللي كل بيت موجود فيه تلاقي كريازي، بلا شك لكل الفنيين أو معظم الفنيين أو أغلب الفنيين عندها مشكلة كبيرة مع تلاقي الكريازي، وخصوصا تلاقي الكريازي الديجيتال. بلا شك اللي فيها مشاكل كتير، الفني بيخش محتار، هل هو العيب في اللوحة او الكارتة، ولا العيب في الحساس، ولا العيب في ايه بالظبط؟ التلاجة تخش معانا سخانات ولا تخش معانا سخانات؟ في فكرة عجبتني على النت، في صديق لي ارسلها لي، والحمد لله انا شغال عليها، شغال ان انا اجمع اللوحة اللي انا هنشتغل عليها باذن الله. المجموعة دي مجموعة من شوية مقاومات ولمبات ليد صغيرة، اللي انا اقدر من اللي انا اقدر من طريقه اللمبات وتركيب اللمبات ديت، اللي انا اختبر اللوحه الكريازي اللي قدامي، اقدر اللي انا ادخلها كباس، اقدر اللي انا اشوف المروحه شغاله ولا مش شغاله، اقدر اللي انا اشوف السخانات بتشتغل ولا بتشتغلش. الفكره جميله، عجبتني جدا جدا يا جماعه، اشتغلت عليها النهارده، بدات اللي انا انتهي منها باذن الله. انا عندي غلطه بسيطه هصلحها، ولكن حبيت ان انا اشارك معاكم الفكره باذن الله سبحانه وتعالى، واول ما انتهي منها هبدا ان انا اوضح لكم المخطط بتاعها بشكل الصحيح. انا اللي حاولت ان انا اقسم المخطط بتاعها بنفسي، في بعض المقاومات مش لاقيها، ولكن الحمد لله وصلت النص الفكره باذن الله سبحانه وتعالى، ان انا اقدر من طريقها ان انا اشغل السخان، اشغل المروحه، اشغل الكباس، واقدر اشوف اللوحة او الكرات الخاصة بالتلاجة الكريازي هتدخل معايا سخانات ولا لا، هتدخل معايا كباس ولا لا، هتدخل معايا مروحة ولا لا. وانا عندي العميل اقدر بكل سهولة اشيك على الكرات الكريازي واعرف العيب عندي منين، هل هو العيب هيطلع عندي من حساس، هل هو العيب هيطلع عندي من السخانات، هل الكرات اللي معايا طلعت السخانات ولا السخانات مش عاوزة تاجي معاها، الكباس بيشتغل ولا بيشتغلش، المروحه بتشتغل ولا ما بيشتغلش. خلينا ناخد نلقي نظره على الفكره اللي انا بدات فيها باذن الله، موجوده قدامكم. هي عباره عن اربع لمبات ليد، طالع عندي هنا مفتاح وهنا مفتاح، سلك الكهرباء متوصل في الفيشه، مشغل الحساسات يا جماعه، معايا الحساس اهو، الحساس اهوت عن طريق مقاومات في الداخل، معايا السلك الرئيسي اللي هو الكهرباء، معايا السلك الكومن اللي هو الكباس، معايا السلك الثاني اللي هو ال الثاني الان، ادا ال ادا الكباس ادا الان، معايا سلك المروحه، معايا سلك السخان. اقدر من خلال الفكره ديت اللي انا اقدر اجرب الفكره بتاعتي. انا الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى، وصاحب المنشور اللي ارسله لي عشان خاطر يكون عندنا تقويه معلومات، ويكون الفني اللي موجود يكون عنده خلفيه على المعلومات الموجوده. وانا ببعت الشكر للمهندس اللي بعت لي الفكره، وابعت الشكر اكتر واكتر للمهندس صاحب الفكره نفسها، جزاها الله كل خير. انا ابتديت معايا المشوار في النص، انا دلوقتي هوصل الفيشه وهنشوف البدايه هتبقى عامله معايا ازاي. انا وصلت الفيشه، هتك على المفتاح، طبعا ادالي اللمبه اللاين الاول، شويه وهيشتغل معايا الكباس، لسه المروحه لسه ما اشتغلتش، انا مش عارف اللوحه اللي معايا دي سليمه ولا بايظه، لكن ان شاء الله انا هجيب لوحه ثانيه خاصه بتلاقي كريازي شغاله، واكون متاكد منها اللي هي شغاله، وابدا اجرب عليها الفكره. دلوقتي دخل معايا الكباس، دخل حاليا، المروحه ما دخلتش، هنشوف السخان هيخش ولا مش داخل. السخان برضك ما دخلش معايا، عن طريق المفاتيح دي اتحكم فيها، فانا قلت الفكره ان شاء الله انا هكملها مع لوحه جديده تكون شغاله ومتاكد ان هي شغاله. لو لاحظنا الكباس دخل تاني معايا اهو، هشغل تاني شويه والكباس هيخش معايا. انا بالفكره ديت باذن الله لو احنا كملنا فيها، والفني لو تواصل معايا بالمعلومات الصحيحه بتاعه اللوحه بتاعه الكارته اللي انا هقسمها عشان اقدر ان انا اشتغل فيها، واقدر ان انا اجيب المقاومات الناقصه لي باذن الله سبحانه وتعالى، هنبدا هتبقى حلوه لكل فني، لكل فني داخل عشان خاطر يشيك على اللوحه بتاعه تلاقي الكريازي بكل سهوله عن طريق بعض مقاومات وبعض سيليكونات موجوده. باذن الله هتكون الفكره جميله، هتساعدنا وتساعد كل الفنيين.
انا ان شاء الله هكمل المشروع اللي انا شغال عليه، ولو في اي جديد ان شاء الله بعد ما اخلصه هنزل الفيديو التاني ان شاء الله وهي شغالة كلها كاملة باذن الله. واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم ولصاحب الفكرة. باذن الله هنكملها واقول لكم على خطواتها خطوة بخطوة باذن الله باذن الله، وبشيت الله سبحانه وتعالى هتكون فكرة جميلة هتساعدنا كلنا. تحياتي لكم جميعا، كان معكم وليد ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.